قادة مجتمع وقفوهم انهم مسؤولون. حكومة ما استجابت لكم، ما استجابت للمرجعية، ما استجابت الدول العالم بدون لا خجل ولا وجل. هذا المؤتمر يعتبر مؤتمر مقدس، قام زعيم مهم من زعامات الجنوب وجمع السادة والشيوخ للتنديد بسلوك معين، وهو سلوك فردي مغسلة من مغاسل الإساءة اللي سببتها الدولة. الدولة من سدت مثل ما تقول المنافذ الأساسية من فوق تطلع شواهد بيها. احنا ما نناقش الشواهد، احنا نناقش السبب الرئيسي اللي ما خجلت منا الدولة وقالت عندنا زعامات وعندنا سادة وعندنا سلوك لا يتنقل. ما خجلت من المرجعية. كل جمعة كنا اذان صاغية خطاب السيد علي السيستاني، والمفروض المرجعية لها كلمة واحدة على جميع التنفيذ. كل جمعة تندد وحتى مل وبدأ يقي مثل ما تقول مصطلحات ومفردات على الحكومة انه ما تستجيب، حتى بحث اصواتنا. ذاك اليوم يجي الشمري ياخذ كل من شبابنا، هاي الشباب المظلومة قد يكونوا وياهم مسيئين، ما وقفناهم انتم تشويح الناصية وذولا اولادنا. انت لما تبغي العالم انت باب احتجاج وباب شباب خريجة اوقف واحد بصار يبعين ولا على الوادية قتلنا باسم الكرامة وكرمنا بني ادم. الله يقول ومن قتل ومن قتل نفسه ما قتل الناس جميعا. فخويا شيوخنا سادتنا انا موشية، انا فريق من اخوافكم موشية. اللي ارجوه من عندكم، اللي ارجوه من عندكم ثالث مره، اللي ارجوه من عندكم الحكومه ما تنجح سرعتها. خجل بسيط ساوت شكلت وفد يمثل الحكومه المحليه او يمثل حكومه معينه، ووجه جناب الشيخ ابو صالح وقاعد يشارك المؤتمر واستمع اللي ما طرحونه من نقاط. فاللي ارجوه من عندكم حكومه ما تستجيب، لا المرجعيه ولا الشيوخ العشائر. يراد لكم وقفه تختلف عن باب الوقفات، لا اداره ولا استنكار. الاداره والاستنكار مليانه من عتيق وسلات المهملات مليانه من عتيق. احترامات الله يراكم. اريد مخفى الضاليه تعيد امجاد اهل الناصريه، تعيد امجادهم. وقوم هم سلية عرفت نفسي في مولهم ناس سراء وان كانوا محليا وعالميا. وما تطيب الحديث والشكر موصول.